أهلا وسهلا بكم عزيزاتي أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص الدعم والتقوية في مادة الفلسفة. اسمي عزيز بوشقطاط، أستاذ تعليم الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة. سنخصص هذه الحصة للحديث عن مقتضيات الكتابة الفلسفية، وخصوصا الوضعية الاختبارية الأولى التي يصطلح على تسميتها بالنص للتحليل والمناقشة. كما تعلمون عزيزاتي أعزائي التلاميذ، فإن هذه الصيغة هي صيغة مقترحة في الامتحان الوطني للسنة المقبلة إن شاء الله، لكن يبدو أن التمرس على الكتابة الفلسفية لا يجب أن يستغرق فقط السنة النهائية، بل يجب أن يبتدئ منذ الأسدس الثاني للسنة أولى باكالوريا. ولذلك أقترح عليكم الاشتغال على هذه المنهجية وتلمس طرق إنجاحها والتفوق فيها. وسأحاول أن أحلل معكم نصا من النصوص الفلسفية المقترحة لهذه السنة والمتعلقة بالمحور الثالث من محاور مجزوءة الفاعلية والإبداع، مجزوءة أسدس الثاني، وخصوصا الزوج المفهومي العلم والتقنية، وخصوصا المحور الثالث المتعلق ب نتائج تطور التقنية. ولكن قبل ذلك لابد أن نعود إلى الإطار المرجعي الخاص بمادة الفلسفة، وكذا مواصفات الكتابة الفلسفية التي وضعها المشرع لأي عمل وإنتاج فلسفي، أو على الأصح لتحليل ومناقشة مقبولة إحدى النصوص الفلسفية المقترحة في الامتحان الوطني. أول مسألة هي النص الذي سيقدم لكم بطبيعة الحال سيكون فلسفيا أو ذي طابع فلسفي، بمعنى أنه إما لفيلسوف أو لمهتم بحقل الفلسفة، سواء كان مؤرخا للفلسفة أو عالم نفس أو عالم اجتماع. كذلك النص يتضمن إشكال فلسفي أو وفكرة أو موقف فلسفي، وكذلك بنية حجاجية، وهو يتصف بالوحدة والتماسك. بطبيعة الحال يجب أن يكون مقتطعا بشكل جيد، متجزئا بشكل يحترم مواصفات الوحدة الفلسفية، وأن يكون مرتبطا بمواضيع البرنامج، وأن يحيل على مفهوم فلسفي واحد أو أكثر حسب المسالك. كذلك أن يحيل إلى مجزوءة واحدة أو أكثر. وهناك مواصفة شكلية تعتبر بأن النص الفلسفي الذي سيقدم لكم يوم الامتحان يتراوح حجمه بين 10 و 15 سطرا. هذا ما يؤكد عليه الإطار المرجعي المحين للصادر سنة 2014. لكن عموما عزيزتي أعزائي التلاميذ، يجب للكتابة الفلسفية، سواء تعلق الأمر بإنشاء فلسفي إبداعي أو تعلق الأمر بتحليل نص فلسفي والتعليق عليه، لأنه في الحقيقة هذه الصيغة الأولى، لأنه في النص الفلسفي نكون مستغرقين بالنص، وهو يتضمن مجموعة من العمليات، يتضمن أطروحة، يتضمن إشكال، يتضمن مفاهيم، يتضمن بناء حجاجيا. والاشتغال على هذا النص من شأنه يعني المصحح سيراعي إلى أي حد استطاع التلميذ أن يتلمس أطروحته، وأن يستخرج بناءه الحجاجي، وأن يحلل ويحدد مفاهيمه إلى آخره. يعني هناك مواصفات أساسية. وعموما فالكتابة التي سيقوم بها التلميذ يجب أن تتضمن آليات التفكير الفلسفي الأساسية: تساؤل، افتراض، ملاحظة، الاستدلال، التمثيل، التحليل، التركيب، النقد، إلى غير ذلك من المهارات ومن الكفايات التي من المفروض أن التلميذ قد اكتسبها أثناء اتصاله بالنصوص واحتكاكه بالنصوص وتفاعله مع تلك النصوص وتحليل تلك النصوص في القسم أو أثناء الاشتغال المنزلي.
كذلك أن يضع خططا لمعالجة إشكالات فلسفية إما مجردة ملموسة صريحة ضمنية متصلة بالحياة اليومية أحيانا. كذلك يجب أن يقدم التلميذ عملا شخصيا، وهذا هو الاسم الإنشاء الفلسفي، يعني أن التلميذ ينتج أثر شخصي متكامل العناصر والخطوات، وأن يمتلك بعض الطرق والأدوات المنهجية للتفكير الفلسفي والمتمثلة أساسا في ثوابت كان قد حددها ميشيل توزيع في كفايات منهجية نوات les objectifs noyaux، هي الأشكلة لا بروبليماتيزاسيون، المفهمة لا كونسبتواليزاسيون، والحجاج لارغومونتاسيون، بمعنى أن هذه هي العمليات التي يرصدها المصحح في ورقة التلميذ، إلى أي حد استطاع أن يشكل الموضوع المعالج، وإلى يعني الموضوع المطروح للمعالجة، إلى أي حد استطاع أن يستخرج إشكاله، وأن يستخرج الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. كذلك هل التلميذ استطاع أن يحدد المفاهيم الأساسية الواردة في النص والتي تحمل مضمون النص وتعبر عنه، وبالتالي تلك المفاهيم الفلسفية، وأن يحدد دلالاتها، الدلالة الفلسفية على الخصوص، ثم الدلالة الاعتيادية إلى آخره، والدلالة الاصطلاحية إلى غير ذلك من الدلالات التي يمكن للتلميذ أن يضيفها أثناء الاشتغال على خطوة المفهمة. كذلك نحاول المصحح يحاول أن يجد في الورقة حجاجا، بمعنى أن ما يكتبه التلميذ يحاول أن يقنع به المصحح وأن يؤسسه على حجج ودلائل قوية لإقناع المتلقي أو أحيانا تأثير عليه. كما أشرت لكم في بداية هذه الحصة، سنحاول أن نشتغل على المحور الثالث من مجزوعة الفاعلية والإبداع، خصوصا والزوج المفهومي العلم والتقنية، آخر محور نتائج تطور التقنية. أقترح عليكم الاشتغال على إحدى النصوص المهمة جدا للفيلسوف الأمريكي الشهير ألبرت ماركوز، وهو بالمناسبة هذا الاسم ألبرت ماركوز فيلسوف النقد بامتياز، يعني فيلسوف عاش في النصف الأول، كانت مؤلفاته يعني كتبت بشكل كبير في القرن العشرين وخصوصا النصف الأول من هذا القرن، وكان قد أصدر فيه كتابا مهما جدا وأثار ضجة كبيرة، هو الإنسان ذو البعد الواحد، والذي بيّن فيه على العموم أن إنسان القرن العشرين، الإنسان المعاصر، أصبح يواجه مشكلات حقيقية، مشكلات عميقة، مشكلات لن يتحرر منها هذه المرة، وهو أن الإنسان تحول إلى كائن منتج ومستهلك، وأن حياته أصبحت أحادية البعد، تحول إلى كائن فقط يفكر في إشباع حاجياته الأساسية دون أن تكون له طموحات، ودون أن تكون له يعني لم يعد يستطيع الفعل، ولم تحر وفقد مسؤوليته وسيطرته على نفسه أحيانا، وبالتالي كان يندد بهذا الواقع الجديد الذي آل إليه تقدم التكنولوجيا. ونص شيق سنحاول أن نقف فيه كيف يرصد هذا الفيلسوف الانعكاسات السلبية للتطور التكنولوجي على الإنسان في القرن العشرين. يقول ألبرت ماركوز: إن التكنولوجيا في هذا العالم تعلن افتقار الإنسان للحرية، وتقيم البرهان على أنه يستحيل تقنيا أن يكون الإنسان سيدا على نفسه وأن يحدد نمط حياته الخاصة. وبالفعل فإن نقص الحرية لا يبدو واقع لا عقلانية أو واقع ذات صبغة سياسية، وإنما يعبر بالأحرى عن أن الإنسان خاضع لجهاز تقني يزيد من رغد الحياة ويزيد من إنتاجية العمل. إن العقلانية التكنولوجية لا تضع مشروعية السيطرة موضع اتهام، وإنما هي بالأحرى تحميها، وأفق العقل الأداتي ينفتح على مجتمع كلياني عقلاني. لقد اتخذت حركية التقدم التقني على الدوام محتوى سياسيا، ولقد أصبح لوغوس التقنية
لوغوس العبودية المستدامة. قد كان في الإمكان أن تكون قوة التكنولوجيا قوة محررة بتحويل الأشياء إلى أدوات، ولكنها أصبحت عقبة في وجه التحرر بتحويلها البشر إلى أدوات. نص لهربرت ماركوز مقتطف من كتابه الشهير الإنسان ذو البعد الواحد. بطبيعة الحال النص عادة ما يرفق بهذه العبارة: حلل النص وناقشه، أو حلل النص وناقشه. الخطوة الأولى بطبيعة الحال بعد قراءة النص لقراءات متعددة لكي يستأنس التلميذ بالمفاهيم وربما أيضا بالمضامين الواردة فيه ولو بشكل أولي، يجب لا يضيع التلميذ يعني الوقت في قراءة النصوص وإعادة قراءته لمرات عدة، بل يجب أن يشتغل مباشرة على النص. وهذا الاشتغال يجب أن يكون في مرحلة أولى على شكل إعداد وتهيئ للاشتغال على النص، بمعنى مرحلة التعامل مع الموضوع هذه المرة إما على ورقة التحرير، القيام بمجموعة من العمليات على ورقة التحرير، أو على الوسخ أو المسودة، بمعنى لابد أن يكون هناك عمل يعني تخطيط لكتابة جيدة. وأولى هذه العمليات هي تسطير الروابط المنطقية الواردة في النص، وكذا تحديد المفاهيم الأساسية الواردة فيه. الروابط المنطقية، إذن سنقرأ النص هذه المرة، ولكن الهدف هو تأطير روابطه المنطقية واللغوية. ولاحظوا معي بأن النص يبتدئ بحرف التوكيد إن التكنولوجيا المعاصرة تعلن، إذن فهو بطبيعة الحال يعبر إما عن جزء من الموقف أو الموقف حسب بطبيعة الحال صيرورة النص وآليات النص ومكونات النص. يقول إن التكنولوجيا المعاصرة تعلن افتقار الإنسان للحرية، بمعنى أن الإنسان اليوم مع المجتمع التكنولوجي فقد حريته، أو على الأقل تقلص إلى حد كبير هامش حريته. وتقيم البرهان على أنه يستحيل تقنيا أن يكون الإنسان سيدا على نفسه، بمعنى أن فقد الإنسان سيطرته وسيادته على نفسه، وربما تدخلت قوى غفل أصبحت تتحكم في حريته وفي سيادته وفي مصيره دون أن يدري ذلك، وأن يحدد نمط حياته الخاصة، بمعنى أن لم يعد قادرا على أن يحدد حياته ومصيره ومستقبله. وبالفعل لاحظوا هنا يستعمل وبالفعل، فإن إذن هذه العبارة الأولى يعني يطرح فيها جزء من أطروحته، والآن هذا الرابط المنطقي وبالفعل فإن يبدو أنه سيقدم الحجة والدليل على ما يقول. يقول وبالفعل فإن نقص الحرية لا يبدو واقع على عقلانية أو ذات صبغة سياسية، وإنما يعبر بالأحرى عن أن الإنسان خاضع لجهاز تقني يزيد من رغد الحياة ويزيد من إنتاجية العمل. لاحظوا هنا ماذا يقول، يريد أن يقول بأن التقنية أو العقلانية التي أنتجتها التقنية ترتبط بعوامل سياسية، بل تعبر على أن الإنسان دخل عقلانية جديدة يمكن أن نقول بأنها توهم بأن الإنسان يعيش في سعادة ويعيش يعني وسيد نفسه وبالتالي حر، لكن الحرية في العمق هي مجرد وهم عند الإنسان المعاصر. فالتكنولوجيا نزعت عنه إنسانيته، نزعت عنه إرادته، نزعت عنه مسؤوليته، وأصبحت تتحكم فيه دون أن يدري. يعني أن هذه العقلانية تضفي، العقلانية التكنولوجيا توهم الإنسان على أن بالحرية. هي لا تضع مشروعية السيطرة موضع اتهام. لاحظوا بمعنى أنه تكنولوجيا هدفها السيطرة والهيمنة على الإنسان، ولكن لا تسائل هذه يعني مشروعية وشرعية هذه السيطرة، بل وإنما هي بالأحرى تحميها، وأفق العقل الأداتي ينفتح على مجتمع كلياني عقلاني، بمعنى أن الإنسان أصبح تحول إلى آلة منتجة. ربما كان الهدف من التكنولوجيا وأن تكون أداة في خدمة الإنسان، ولكن لما أصبحت تكنولوجيا
منظومة وقوة قاهرة مسيطرة لقد انزاحت عن المطلوب منها، وبالتالي يمكن أن نقول أنها تجاوزت الحد المقبول وأصبحت تتحكم في الإنسان نفسه، وأنتجت مجتمع كلياني توليتاري عقلاني يعني غير متحكم فيه، غير لم يعد الإنسان سيد نفسه. لقد يقول لقد إذن اتخذت حركة التقدم، هنا يعلن أن حركة التقدم التقني اتخذت على الدوام محتوى سياسيا، بمعنى أن التكنولوجيا الآن أصبحت تخدم أهداف ونوايا سياسية وصناعية مرتبطة، لم تعد مرتبطة بالعلماء ولا حتى برجال التقنية، بل هناك تأسست قوى جديدة هي المتحكمة في مسار العالم، وهذه القوى الجديدة هدفها وغايتها الأساسية فقط هو تحويل الإنسان إلى كائن مستهلك وتنظر إليه من زاوية استعماله ومصلحته وفائدته وكذا تسخيره، يعني وكأن العالم الآن يسير من قوى لا أخلاقية لا تستطيع أن تتحكم أو أن توجه العلم والتقنية لصالح الإنسانية، بل هي موجهة أساساً لخدمة الرأسمالي المتوحش وخدمة أهداف ونوايا أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية. ولذلك قال لقد أصبح لوغوس، في هذا الإطار يقول لقد أصبح لوغوس التقنية ولوغوس العبودية. إذن التقنية لما كان مثلاً ديكارت منذ القرن السابع عشر منذ العصر الحديث قد أعلن على أن إنسان حينما سيعتمد التقنية والعلم سيصبح سيدا نفسه ومالك للطبيعة، ربما لم يعد فقد هذه السيادة، لأن في القرن العشرين لما تحقق هذا الحلم أصبح الإنسان عبدا وليس سيدا، يعني أعطت لنا نتائج عكسية. وقد كان في الإمكان أن تكون قوة التكنولوجيا قوة محررة بتحويل الأشياء إلى الأدوات، يعني لما كان بالأحرى يعني أن يتخذ التطور التكنولوجي مسارا آخر غير هذا المسار الذي سارت فيه، ومسار العبودية والاستعباد التحكم والسيطرة ونزع الإنسان يعني الإنسان وضرب قيمه الأخلاقية وفاعليته وإرادته، وهذا هو الإنسان، يعني حين يفقد الإنسان سيطرته على نفسه وإرادته ومسؤوليته يتحول إلى آلة، يتحول إلى شيء، يعني يفقد كل شيء. وبالتالي يمكن أن نقول أنه الإنسان هو الذي تحول إلى أداة وليس تحويل تكنولوجيا إلى أدوات، لكن أصبحت عقبة. التكنولوجيا الآن تشكل عقبة حقيقية في وجه التحرر بتحويلها البشر إلى أدوات، يعني أصبحت تستغل الإنسان تهيمن عليه تكبح فاعليته، وبالتالي هذه المنظومة التكنولوجية أو التقنوية هي التي تحكم الإنسان اليوم. المفاهيم الأساسية وكذا الأفكار الأساسية، النص يجب أن نميز فيه بين الأفكار الأساسية والأفكار التنوية، وكما يبدو لكم على السبورة فإن العبارات المكتوبة باللون الأخضر هي أفكار أساسية، بينما العبارات المكتوبة باللون الأبيض فهي فقط شرح تعميق تقديم الحجة، بمعنى أنها أفكار تنوية، وهذه وظيفة أفكار تنوية هي توجيه القارئ، محاولة تخصيص فكرة معينة، الاستدلال أحيانا أو التمثيل، إذن وظيفتها تانية بالمقارنة مع موقع الأفكار الأساسية داخل النص. إن العقلانية التكنولوجية لا تضع مشروعية السيطرة موضع اتهام، وإنما هي بالأحرى تحميها وأفق العقل أداة ينفتح على مجتمع كلياني عقلاني، وأعتقد أن هذا أيضا فكرة أساسية. والنص ينتهي في الأخير يقول يعني لقد اتخذت حركة التقدم، الآن يبين طبيعة حركة التقدم الذي آلت إليه التقنية وكيف والارتباط العضوي الكائن بين التطور التكنولوجي وكذا المستوى السياسي والمنظومة السياسية التي تخدم نوايا وأهداف لرجال الأعمال ورجال الاقتصاد أكثر مما تخدم الإنسان. ليقول في الأخير إن التكنولوجيا أو منح التكنولوجيا الذي صارت فيه اليوم هو عقبة في وجه التحرر، بمعنى لما كانت حلم الإنسان هو التحرر والسيادة وأن يخضع لإرادته الخاصة، أن يخضع الإنسان لإرادته الخاصة
ولكل ما يجعل من الإنسان إنسانا ربما هذا الحلم تبخر ودخلنا غياهب من السيطرة والتحكم ربما قد لا ينفلت منها الإنسان المعاصر. إذن هو وكأنه يدق ناقوس الخطر وينبهنا إلى ضرورة إعادة النظر فيما آلت إليه التكنولوجيا اليوم. إذن عزيزتي أعزائي التلاميذ، حينما نكون قد اشتغلنا على النص على مستوى تحديد روابطه المنطقية والتي تعبر بشكل أو بآخر عن العمليات الحجاجية التي اعتمدها صاحب النص، وكذا تسطير مفاهيمه الأساسية والوقوف عند العبارات الأساسية الواردة في النص والتي تحمل الأطروحة وهي التي نود استخراجها والبحث عنها، لابد أن أجيب في ورقة الوسخ أو على المسودة عن الأسئلة التالية قبل أن أشرع في كتابة أي كلمة على ورقة التحرير. بمعنى أسجل اسمي رقم امتحاني وأترك الورقة التحرير جانبا وأشتغل على المسودة. السؤال الأول هو حول ماذا يتحدث هذا النص، ما موضوع النص، وتحديد الإطار العام والخاص لهذا النص. ثم ما هي المفاهيم والمجزوءات المستهدفة في البرنامج؟ هل النص يتناول مفهوما واحدا أو أكثر من مفهوم؟ ثم هل يتأطر ضمن مجزوءة واحدة أو ضمن أكثر من مجزوءة؟ ثم ما هو الإشكال الصريح أو الضمني الذي يتأطر ضمنه النص؟ بمعنى الإشكال كما تعلمون هي صعوبة فكرية نظرية يصعب تجاوزها وتطرح نقاشا، وبالتالي هي يعني لا توجه، يعني حينما تفكر في ذلك الإشكال تجد أن هناك إمكانيات كثيرة للإجابة، وكل إجابة ربما لها مبررها ولها وجاهتها، والإشكال قد يكون صريحا يعلن عنه صاحب النص إما في بداية النص أو في وسطه أو ربما حتى في آخره أحيانا، أو قد يكون ضمنيا يعني بعد قراءة النص يتبين لنا طبيعة الإشكال الفلسفي الذي يعالجه والذي يتأطر ضمنه النص، يعني يطرح مجموعة من التقابلات والمفارقات أحيانا، مفارقة أساسية تحكم التفكير، بمعنى حيرة تصيب الذهن يصعب تجاوزها بسهولة، بمعنى يعني تستدعي الأطروحة ونقضها في نفس الآن، بمعنى لكي تستريح أو تجد نفسك على أنك حاولت الإجابة عن ذلك الإشكال يجب أن تقوم بعمل تركيبي، بمعنى أنك ستوفق بين أطروحات وأطروحات مضادة. كذلك النص يجب تقسيمه إلى وحدات معرفية، لأن تلك الوحدات المعرفية هي التي تتضمن الأطروحة، وكذلك الحجج التي يقدمها صاحب النص حول هذه الأطروحة والتي يمكن أن نقول أنها تدعم هذه الأطروحة وتبررها. أطروحة النص، إذن هناك في كل نص أطروحة، والنص واللجنة وضع اقتراح وضع الامتحانات واقتراحها تسهر بقوة على أن يكون في النص أطروحة إشكالا مفاهيما إما صريحة أو ضمنية، ثم بناء حجاجي بطبيعة الحال، وأن يكون مجزأ بشكل جيد. إذن فيه أطروحة بشكل عام لنقول أطروحة هو الموقف أو التصور الذي ينتهي صاحب النص إلى صياغته، وهو بمثابة جواب ممكن عن الإشكال المطروح وليس جوابا نهائيا، وجواب ممكن ضمن مجموعة من الأجوبة الممكنة والتي بطبيعة الحال يسهر الفيلسوف على تبريرها وتقديم الحجج حولها. كيف يقول النص ما يقوله؟ بمعنى إذا كان نطرح ثلاث أسئلة بطبيعة الحال مهمة جدا في تحليل النص، هو ماذا يقول النص؟ هنا نبحث عن المضمون. كيف يقول النص ما يقوله؟ يعني شكل وبناء النص وأدواته الحجاجية أو البناء الحجاجي، كيف يقول؟ يعني ما هي العمليات والآليات الحجاجية والأدوات التي استعملها صاحب النص من أجل إقناعنا بوجاهة وبمصداقية أطروحته؟ وهنا كيف يقول النص ما يقوله؟ وأخيرا بطبيعة الحال هناك خطوة مهمة جدا ويجب أن تحظى بأهميتكم في معالجة النص الفلسفي، وهي مرحلة مناقشة، مرحلة تحديد قيمة
وحدود أطروحة النص. ربما هذه هو المحطة التي يجد فيها التلاميذ صعوبة كبيرة جدا في أثناء معالجة هذه الخطوة، ولذلك لأنها مهمة جدا وتلعب دورا حاسما في الكتابة الفلسفية، وربما هي التي تبين أصالة و يعني صح التعبير تفوق التلميذ في الكتابة، لأنه في هذه اللحظة يتحول التلميذ إلى محاكمة بين مزدوجين بطبيعة الحال، محاكمة وطروحة النص وكذا البناء الحجاجي الذي استعمله صاحب النص من أجل إقناع، يعني وكأنه يقوم بدور القاضي هنا، سيبين أين تكمن قيمة النص، أين تكمن وجهته، ما طبيعة الحجج التي قدمها وإلى أي حد كان مقنعا. بالتالي هنا لنقول نقاط قوة النص بشكل من التجاوز، وكذا مرحلة ثانية مرحلة نقضية أيضا، وهي مرحلة إبراز حدود النص، حدود أطروحة النص. ما الذي يعني هذه الأطروحة، هل هي مقنعة؟ ألا يمكن القول أنها فيها إلى حد ما يعني يجب أن نتحفظ في أشياء أو في أفكار قالها صاحب النص، أو أن تلك الأطروحة تتسم بالمثالية وصعوبة التطبيق مثلا، أو أن يبالغ في تقدير شيء معين؟ يعني دائما هنا يعني روح النقد يجب أن تظهر في هذه الخطوة، وهو أن بطبيعة الحال أن نقول ما نراه في النص، وأعتقد أن نعبر هنا تبدأ أو تبرز قيمة الكتابة الفلسفية لدى التلميذ، وأهمية الفلسفة في تسليح التلميذ بالحس النقدي والقدرة على التباعد عما يأخذه، وأن يقيم مسافة بينه وبين ما يتفاعل معه العالم الذي يتفاعل معه والآخر والطبيعة أيضا. يعني الحس النقدي الذي يجب هو العمود الفقري لتدريس الفلسفة. ثم ما هي الأطروحات؟ طبعا حالك في المناقشة، الخطوة الثانية في المناقشة وأن التلميذ مطالب بأن يناقش مضمون تلك الأطروحة بمواقف وتصورات فلسفية أخرى عالجت نفس الموضوع، مثلا هنا عواقب وانعكاسات تطور التقنية على حياة الإنسان وخصوصا على حريته وسيادته. ما هي بعض الأطروحات التي عالجت نفس هذا الموقف وربما تقدم تصورا آخر مخالف للتصور الذي يفصح عنه النص؟ عزيزاتي أعزائي التلاميذ، إلى هنا ننتهي من الجزء الأول، أضرب لكم موعدا في الحصة الثانية للانتقال إلى الخطوة الثانية والمهمة جدا حول مسألة الكتابة الفلسفية الفعلية، أي مرحلة الإنجاز وتحرير الموضوع على ورقة التحرير.